اللي انا اعرفه ان كانت حياتي كويسه، مفيش مشاكل، مفيش ضرب، ما هنهاش مره، ما صوتتش مره، ما استغسلتش منه مره، ما قالتش حاجه مره، ما ضربهاش مره. كل اللي هي عايزاه، كل اللي هي عايزاها مطلوب وموجود. حضرتك عمو يا عم الحاج؟ انا عمو. اسم حضرتك محمد ابو رجب. يوم الواقع، يوم الواقع بقى يا حاج، احكي لي كده يوم الواقع. يوم الواقع ايه اللي حصل؟ يوم الواقع ايه اللي تعرفه يوم الواقع يعني؟ يوم الواقع انا قاعد في داري، جه صب عليا وانا دخلت اشوف مصالحي عند البهايم بتاعتي. بعدها بعشر دقايق ولا بربع ساعه سمعت صويت، بس اكتر من كده ما اعرفش. دخلت شفت انا اللي شايله. لقيته ايه يعني؟ انت شايله لقيته كان لسه في الروح ولا لا؟ كان يعتبر خلصان. ما انا بس انا مش عايز اصدق ان هو خلصان. طب لقيت ايه فيه يعني؟ مطعون ولا لا؟ لا لا، ما فيش حاجه. ما شفتش الطعنه لو انا رايح على الدكتور. وبعد كده والبقيه بقى عرفنا انه مات. محمد شاب 29 سنه، معاه شغال استجاره، محاسب، شغال محاسب في شركه ادوات صحيه. محمد شخص مسالم في حياته. محمد عمره ما كان بيأذي حد. محمد ملوش اي محضر ولا له اي وقعه مشاجره ولا له اي علاقه مع اي حد سيء. محمد ما بيقعدش على القهوه. محمد شخص مسالم بطبيعته. محمد تزوج من 4 سنين، تمام، زواج تقليدي. البنت ديت والدتها ووالدها اصدقاء والدته في العمل، شافتها متجوزه جديد عجبته، خلاص ماشي توكلي على الله وهنتجوز وخلاص وانتهى الموضوع. محمد عنده طفلين، طفل عنده سنه وثلاث شهور وطفل عندها 4 سنوات وثلاث سنوات. محمد في الفتره الاخيره طبعا المجتمع كله بيعيش حاله صعبه جدا في الاقتصاد القومي المصري. ايه اللي حصل؟ تمام، ايه اللي حصل بينهم بالظبط؟ اللي حصل بينهم محمد كان مطلوب منه شويه طلبات، وهي كانت غضبانه في بيت اهلها عشان الطلبات دي. الطلبات دي من ضمنها التكييفات، من ضمنها التكييفات، تمام. محمد عشان يرضيها جاب التكييف. هي واحده هي من ضمن المرات كان لها اتصال معايا، سالتني على انواع تكييفات معينه، كان في شركه بيتك وقسط طبعا عشان خاطر هو وضعه لا يسمح، شاب في مقتبل الحياه يعني. وسالتني قلت لها ماشي كويس. بعدها كان في لقاء يجمعني بيهم، جبته قالوا لا ما جبناش عشان خاطر المفروضات المرتب. بعدها حصل اتصال بيني وما بينها برضو تاني عشان خاطر اختها كان عندها جهاز عاوزه تركبه. رحنا هناك برضو كان في لقاء برضو كويس، لقاء برضو ما فيش اي حاجه خالص، ود واجتماعيات، واحنا بنحاول نقرب من بعض يعني. احنا مش بنستفاد ماديا من الحاجات دي، لكن احنا بنجامل لبعض زي ما بيقولوا عشان خاطر نقرب من بعضنا اكتر يعني. رحنا وخلصنا الجهاز وبعد كده مشينا. محمد جوز روحني وقعد معايا شويه، هجيب التكييف بكره. قلت له مفيش مشكله. تاني يوم اتصل عليا السبت مساء، انا جبت التكييف هركبه باذن الله بكره الصبح. قلت له مفيش مشكله يا حبيبي، الف مبروك، اما تخلص بقى لو حته حاجه رن عليا. قال لي مفيش مشكله. للاسف فوجئنا يوم الاحد صباحا بصدمه. دخلت اتصل عليا قال لك اوكي. طبعا دي كانت كارثه بكل المقاييس، كارثه وصدمه علينا كلنا. طبعا احنا كنا انا كنت في قريه في مركز صوف بس بعيد. على ما وصلت لبيت محمد احنا الدنيا كلها مقلوبه، في حاله من الهستيريا تشمل القريب والغريب، تمام، اصدقاء محمد، قرايبنا، اهلنا، كلنا في حاله هستيريا غير طبيعيه. زوجة محمد كان بتصور، كانت في حاله هستيريا، لكن رغم ان هي في حاله هستيريا قدرت تتصل على والدها ووالدتها وتقول لهم تعالوا، ده انا والدي، ده انا جوزي اتقتل، او انا جوزي مات، او انا جوزي جرى له ايه. انت جيت يا عم الحاج انت والمدام، كنتوا قاعدين هاديين باعضاء اعصاب ثابته بدون اي انفعال. انا ما اعرفش اي بني ادم في الدنيا هياخد صدمه ويكون ثابت. Thank you.